ستار لستة يرجع السبع أي صار قبل؟ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. تربوية تعليمية خاصة بالمكفوفين وتعليم البراعي مثل اللي يعني جهزتهم مديرية النشاط الاجتماعي لولاية طرناست باش نفتحوا القسم تاع تعليم البراي في مدرسة تاع معوقين سمعية. ألوغ مثلا هذا كتاب قراءة تمهيدي نستعملوه في التدرج باش نعلموا التلاميذ كيفاش يبداو كامل تعليم البراي من يعني من الأسهل إلى الأصعب. عندنا هذا مصحف بلغة البراي يعني مكتوب وفيه 10 أجزاء. هذا الجزء السادس. هذا فتحنا قسم على مستوى مدرسة أطفال معوقين سمعيين من أجل تعليم البراي لجميع الأشخاص ضعيفي البصر أو المعاقين البصريين. احنا هذه المبادرة درناها على مستوى بالتنسيق مع وزارة الدعم الوطني للأسرة وقضية المرأة لتنفيذ لتعليمات الوزارة الوصية في هذا الشأن للتكفل بجميع الفئات لا سيما التمدرس حق مشروع لكل الأطفال. احنا حلينا قسم على مستوى كتجربة على مستوى المدرسة ورانا نسجلوا الأطفال والأشخاص اللي راغبين باش يتعلموا لغة البراي مع تكوين مؤطرة في هذا الشأن.